المشروع ديال القانون المالية ديال 2023 فعلا كنعرفوا أن المشروع ديال القانون جاء في ظروف شوية صعيبة، ظروف ديال طبعا الحرب الأوكرانية الروسية والخروج من الكورونا من الأزمة ديال الكوفيد، إضافة إلى ندرة المياه والتساقط المطرية ما كيناش، ويعني فعلا وغلاء الأسعار إلى آخره. ففعلا القانون المالية جاء شوية صعيب هذا العام هذا، ولكن من ناحية الجبائية ومن ناحية الضريبية احنا كمهنيين ديال المحاسبة، يعني كمنظمة مهنية للمحاسبين المعتمدين ومع الزملاء ديالنا كخبراء المحاسبين في المغرب، هاد المشروع جاء شوية مجحف فيما يتعلق اولا بتخفيض الضريبه على الشركات اللي كان الشركات اللي هي عندها اقل من 300000 درهم ديال الارباح الصافيه كانت كتخلص 10%، ولات دابا مش طلعنا 20%. بالمقابل الشركات اللي كانوا كيعملوا اقل من 100 مليون ديال الدرهم كارباح سنويه اللي كانت كتخلص 31% غادي تهبط 20%. اذا هنا كنشوفوا انه تفقير الطبقه المتوسطه، وهذا ما يمكنش نقبلوا به، وخصوصا حل المكاتب ديال المحاسبه ديالنا كامله ما يعني كتكون في الطبقه المتوسطه. الا مشاو حتى يعني هذا المبدا هذا ترسخ وخرج في قانون الماليه غادي نسولوا نخلصوا الضريبه جوج المرات. اذا نخلصوا جوج مرات يعني مخلصها انا كنخلص التطبيقات في الضريبه، وعاد كاين اقتطاع من المنبع جوج المرات. الزبون كيقطع لي الضريبه وانا كنخلص الضريبه عاوتاني تلقائيا. استرجاع حنا كنعرفوا مدير الضرائب تطبيقيا في الحال يعني في ارض الواقع استرجاع ما كيكونش، لان اي واحد كيمشي يقوم اذا طالب استرجاع ضروري كتجي مراجعه، واداره الضرائب عندها ديزوبجيكتيف يعني دخلت فلوس صعب تعاود تسترجع لاي واحد. حنا كهيئه كنتواجدوا مع مجموعه ديال الهيئات الوطنيين ديال الحرف الحره، بعد ما تسدوا عنا كل ابواب النقاش والحوار مع الحكومه بخصوص قانون الماليه الجديد ديال 2023، حنا اصلا الكاهل ديالنا مقهورين بعدا بهاد الاقتطاعات في المنبع اللي كنديروها. الاقتطاعات راه يوميا فين ما كنحطوا شي دوسي في لابلاتفورم الرخاص كنخلصوا عليه 300 500 درهم اللي هو خصو يكون يعني سيرفيس بوبليك. لاجونس اوربان كنخلصوا لها شاك دوسي حتى هي الوغ كو سان سيرفيس بوبليك، تنخلصوا ليار كنخلصوا لياس، هادشي كنخلصوا زعما عمرنا ما هضرنا، عمرنا ما غوتنا، عمرنا ما درنا وقفات احتجاجيه. القوانين ديال المهنه راه الحكومه عارفاها، راه اي مشكل تيعيطوا لارشيتكت، لا ريسبونسابيلتي سيفيل ديالنا في المشاريع ديالنا كلها، يعني الكاهل ديالنا متقل مجموعه ديال المشاكل باش يزيدوا عندنا هذا المشكل الجديد ديال الاقتطاع ديال 20% على الشيفر دافير بالمكاتب ديالنا، هذا كيهددنا بالافلاس، هذا كيهددنا باننا غادي نجروا الاجراء ديالنا، هذا كيهددنا كاريمون يعني بالهجره الى الخارج، لان كنا غنخدموا في هذه الاوضاع هذه ما نلقاوش حتى باش نعيشوا، راه مشكل كبير. نطالب بالغاء الاقتطاع من المنبع على الضريبه على الدخل، لان هذا الاقتطاع اعتبارا ولا مبني على طريقه ديال المعاملات المفوتره، هذا ظلم وحيف، لانه كيعتبر بان كاع هذيك الفاتوره هي ربح صافي. ثانيا فبالنسبه لكون المهن الحره تولي ايجابيه ومحصله للضرائب بيرسبتور، فهذا ما لقيتش ليه يعني تفسير في القاموس ديال المهن الحره. ثانيا بالنسبه للضريبه على الدخل، فالطبيب البيطري كما كتعلموا هو يشتغل في الميدان الفلاحي اللي هو ميدان يعاني، ميدان هش غير مهيكل واللي معفي من الضرائب، فكيف يطلب منا باننا نضاعفوا هذه الضريبه على التيفيا؟ فلذا نطالب كنقابه وكمهنه بيطريه اللي نطالب باش لاعفاء الخدمات الطبيه البيطريه، اعفائها من الضريبه على القيمه المضافه
على غرار المهن اللي هي طبيه اخرى. اليوم اربعه الهيئات مهنيه منظمه بقانون كتنظم هذه الوقفه، كنطالبوا من خلالها الغاء بعض مقتضيات ديال مشروع قانون الماليه 2023 اللي كتعلق بالضريبه، وخاصه النظام اللي غادي يتبدل واللي هو الاقتطاع من المنبع. اليوم هذا الاقتطاع من المنبع غادي يشكل واحد المشكل في المقاولات ديالنا، لانه غيكون على رقم المعاملات، في حين النظام العادي اللي هو التصريح، وبناء على التصريح تتكون الضريبه على الربح. اليوم واحد المجموعه ديال الامور غادي تتغير، هو الاستثمارات ديالنا ومناصب الشغل، وبذلك حنا تنطالبوا بفتح واحد الحوار جاد ومسؤول مع السلطات المختصه اللي يمكننا نتبادلوا فيه الارقام ويمكننا نلقاو واحد الحل اللي غيناسب الجميع. وكنأكد بان هاد المهنيين اللي هما مقاولات ومكاتب خاصه كيأديو الامور اللي كتعلق بالضريبه ديالهم بصفه انتظاميه، وما يمكن لهمش يتخلاو على الضريبه كما كانت الحال، بل كنطالبوا يكون واحد النقاش وحوار ولقاو واحد الصياغه اللي كتهم الجميع، وحنا متاكدين ومطمئنين بان هاد الامور كامله غترجع بالنفع على بلادنا.